هنبدأ دلوقتي في درس الصناعة والتجارة. نبدأ بالصناعة الجزء الأول. بنقول إن الصناعة العربية في الفترات الأخيرة شهدت تطور كبير، وخصوصا بعد استقلال الدول العربية في القرن العشرين. بعد تطور الصناعة في الفترات الأخيرة زادت طبعا المنتجات، وده ساعدنا في حاجتين. ساعدنا في سد حاجات السكان وزيادة الدخل. ده ممكن يقول لنا ما النتائج المترتبة على تطور الصناعة العربية بعد استقلال الدول العربية في القرن العشرين، وده ساعدنا على سد حاجة السكان وزيادة الدخل. نبدأ دلوقتي في حاجة تاني، وهي مقومات الصناعة في الدول العربية. أولا المقومات الطبيعية. عندنا مقومات طبيعية زي مصادر الطاقة، سواء مصادر الطاقة دي متجددة أو غير متجددة. الغير متجددة زي ما مكتوب البترول والفحم والغاز الطبيعي، والمتجددة زي الطاقة الكهربائية وطاقة الشمس وطاقة الرياح. عندنا كمان مواد خام زي المواد الخام الزراعية أو المواد الخام الحيوانية أو المواد الخام المعدنية. كمان فيها عوامل بشرية بتساعد على حرفة الصناعة وتطويرها في الوطن العربي، زي السوق ووسائل النقل والأيدي العاملة ورأس المال. نتكلم دلوقتي عن أهمية الصناعة، وقلنا بما تفسر أهمية الصناعة في الوطن العربي. هنقول واحد، الصناعة مهمة لأنها بتسد حاجة السكان في المواد المختلفة. ثانيا، توفر فرص عمل للشباب في المصانع. ثالثا، زيادة الدخل القومي من خلال عملية تصدير الفائض من المنتجات للخارج. رابعا، زيادة قيمة المواد الخام من خلال عملية تصنيعها، لأن تصنيع المادة الخام بيزود قيمتها غير لما نبيعها كمادة خام. ودول أهمية الصناعة. هنتكلم دلوقتي عن أهم المشكلات التي تواجه الصناعة في الوطن العربي. أول مشكلة بتواجهنا هي مشكلة التركيز على الصناعات الاستخراجية والتعدينية الملوثة. زي ما احنا شايفين في الصورة اللي على اليمين، إن الصناعات الاستخراجية وعملية استخراج المعادن ومصادر الطاقة بتكون ملوثة للبيئة. فأول مشكلة عندنا إن أغلب صناعاتنا هي صناعات استخراجية وتعدينية، وده بيكون ملوث للبيئة. تاني مشكلة بنتكلم عن تشابه المنتجات بين الدول العربية. كتير قوي من الصناعات بين الدول العربية بتكون متشابهة. كمان عندنا مشكلة ثالثة، وهي انخفاض المستوى العلمي للعمالة العربية. المشكلة الرابعة، الاعتماد على استيراد الآلات ومستلزمات الإنتاج من الخارج. ده طبعا بيغلي أسعار المنتجات في الوطن العربي. هنتكلم دلوقتي عن أهم الصناعات اللي موجودة وتقسيماتها. احنا عندنا بنسبة 80% من الصناعات صناعات استخراجية، من اللي احنا لسه قايلين عنها ان هي ملوثة للبيئة. 20% صناعة تحويلية. يبقى 80% صناعة استخراجية و 20% صناعة تحويلية. عشان كده بنقول ان الصناعة الاستخراجية هي اكثر انتشارا من الصناعة التحويلية. الاستخراجية اكثر انتشارا من التحويلية. كده هنتكلم عن الجزء الثاني من الدرس، وهو التجارة. التجارة في الوطن العربي بتواجه مشكلة كبيرة، وهي مشكلة تشابه المنتجات الزراعية والصناعية. ممكن يقول لنا ما النتائج المترتبة على تشابه المنتجات الزراعية والصناعية في الدول العربية؟ فنقول إن ده أدى إلى ضعف التبادل التجاري بين الدول العربية، وزيادة ارتباط الدول العربية بتجمعات اقتصادية أخرى غير عربية. عشان كده بنقول حجم التجارة البينية بين الدول العربية وبعضها لا تزيد عن 12% من جملة التجارة الخارجية، لأن أغلب الدول العربية مرتبطة بتجمعات اقتصادية غير عربية، وده جاي من فكرة إن في ضعف تبادل تجاري بسبب تشابه المنتجات بين الدول العربية وبعضها. ده طبعاً مؤثر بالسلب على العلاقات بين الدول العربية زي ما احنا لسه قايلين. أكثر دول وأكثر تجمعات غير عربية مرتبطة بيها الدول العربية بتكون الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة الأمريكية والصين. دول أغلب دول إحنا بنعمل معاهم تجارة وهم غير دول عربية. هنتكلم دلوقتي عن حجم الواردات من الدول العربية. إحنا لسه قايلين إن التجارة بين الدول العربية لا تتخطى 12%. الشكل اللي قدامنا بيوضح إن حجم التجارة بين الدول العربية وبعضها لا يزيد عن 65 مليار دولار، لكن بيننا وبين الدول الأخرى الخارجية
واتنين من عشرة مليار دولار، يعني حجم المشاركة مع العالم الخارجي أكتر بمراحل من الواردات مع الدول العربية. دلوقتي هنتكلم عن نقطة أخرى، ألا وهي اتفاقية اتعملت ما بين الدول العربية وبعضها اسمها اتفاقية منطقة التجارة الحرة الكبرى. تاني، اسمها اتفاقية منطقة التجارة الحرة الكبرى. الهدف كان من الاتفاقية دي ان احنا نقلل الجمارك ونخفضها من الدول العربية عشان تزيد حجم التجارة مع الدول العربية. ولكن رغم توقيع هذه الاتفاقية الا ان حجم التبادل التجاري بين الدول العربية لا زال محدودا. ليه؟ لاربع مشكلات. اولا، في مشكلات إدارية تتعلق بالروتين والإجراءات الخاصة بالنقل بين الدول العربية وبعضها. ثانيا، في مشكلات فنية تتعلق بمواصفات المنتج في الدول العربية، لأن احنا كان عندنا مشكلة في الصناعة بتقول انخفاض المستوى العلمي للعمالة، فده عمل لنا مشكلات فنية في مواصفات المنتج. كمان عندنا منافسة السلع الأجنبية للسلع العربية من حيث السعر والجودة. السلع الأجنبية بتنافس معظم السلع العربية في سعرها وفي جودتها. رابع مشكلة كنا اتكلمنا عنها برضو، ان هي تشابه الانتاج في معظم الدول العربية. تشابه الانتاج في معظم الدول العربية بيخلي الدول العربية تنضم لتجمعات اقتصادية غير عربية. دلوقتي بقى نتكلم عن اهم الصادرات والواردات للدول العربية. اهم الصادرات للدول العربية، صادرات يعني السلع اللي الدول العربية بتبيعها، يعني سلع موجودة عندنا واحنا بنقدر نبتدي نبيعها، السلع والمنتجات والخدمات التي تبيعها الدول العربية للدول الأخرى، ده معنى كلمة صادرات، يعني سلع بنبيعها. وأهم الصادرات النفط اللي هو البترول والغاز الطبيعي والفوسفات. عندنا كمان محاصيل زراعية زي الخضروات والفاكهة والرز. كمان بنصدر أسمنت ومنسوجات وأسماك والصمغ العربي والأدوية والأدوات الكهربائية. هنتكلم دلوقتي عن أهم الواردات. ومعنى كلمة واردات يعني السلع والخدمات والمنتجات اللي بنشتريها من الدول الأخرى. فواردات يعني السلع اللي بنشتريها. أكثر واردات بنستوردها بتكون في مستلزمات الإنتاج زي الآلات ومعدات النقل الثقيل، بتكون في المواد الغذائية زي القمح والزيوت، الأدوية، العطور، الملابس، الطائرات، السفن، السيارات والإلكترونيات، خاصة أجهزة الكمبيوتر. ودي بتكون أهم الواردات اللي الدول العربية بتستوردها من الخارج. إيه جهود الدولة عشان تحاول تحل مشكلات الصناعة والتجارة؟ وده ممكن يجي لنا دليل أن الدولة بتبذل جهود كبيرة في حل مشكلات الصناعة والتجارة للنهوض بهم. أول حاجة بنعملها الاهتمام بالتعليم ورفع مستوى الخريجين، وده هيحل معانا المشكلة اللي احنا لسه قايلينها في مشكلات الصناعة اللي هي انخفاض المستوى العلمي للعمالة، بالتالي يديني منتج جودته اعلى. الاهتمام بالتعليم ورفع مستوى الخريجين في كافه التخصصات. تاني حاجه عندنا نتجنب التكرار والتشابه بين المنتجات العربيه. تجنب التكرار والتشابه، لان دي كانت مشكله بتعوق التجمعات العربيه. تجنب التكرار والتشابه. حريه تنقل الافراد ورؤوس الاموال بين الدول العربيه. احنا عارفين ان عندنا في دول عربيه كتيره زي دول الخليج العربي عندها رؤوس اموال. وفي دول غنية بالثروات البشرية زي مصر، فممكن يحصل تنسيق ما بين البلاد عشان يبقى في حرية لانتقال الأفراد ورؤوس الأموال، فيحصل التكامل العربي اللي بنأمله. رابع مشكلة عندنا التغلب على المشكلات الفنية والإدارية والروتين اللي كان بيعوق التبادل التجاري بين الدول العربية. في الآخر كان عندنا كلمة كده قلناها في أهمية الصناعة، إن الصناعة بتزود من الدخل القومي للدول. فالدخل القومي عندنا هو مجموع الدخول في الدولة من القطاعات المختلفة. مجموع الدخول في الدولة من القطاعات المختلفة.